السلام عليكم. اليوم نروحوا لولاية سكيكدة لنقف على زيارة نتاع الوالية نتاع ولاية سكيكدة اللي حي من الأحياء السكنية الجديدة في ولاية سكيكدة، واللي رغم يعني الضخامة تاعو لكن توجور نأكد على النقطة السوداء وهي تبعثر الأحياء السكنية في أماكن معزولة مما يصعب العيش للسكان ويصعب إيصال ويزيد من التكلفة نتاع الكهرباء والغاز والماء وتصريف المياه وكل يعني المقومات على الحياة الكريمة للإنسان تكون صعبة في مثل هكذا مناطق معزولة. يعني الشيء تكلمت عليه عدة مرات، يعني لابد من نحبسه من فتح مواقع جديدة للسكنات في معزولة، نبقى نكبر المجمع السكني الموجودة اللي عندنا ونوصل ما بيناتها أفضل مما نخلق مواقع جديدة اللي تكلف يعني من ناحية المالية وكذلك تصعب الحياة للقاطنين بها. نترككم تتابعون والسلام عليكم.